هذا وكشفت مصادر سياسية في الداخل اليمني عن تنسيق إيراني قطري مشترك لجمع البرلمانيين اليمنيين المؤيدين للانقلاب في العاصمة اليمنية صنعاء عبر ضباط المخابرات القطرية، والعمل على تهدئة الأزمة المتصاعدة بين طرفي الانقلاب لإضعاف السلطة التشريعية بل الشرعية سياسيا وتشريعيا بعد فشل الإيرانيين في إيقاف تقدم القوات الشرعية وإحراز أي اختراق عسكري عبر دروعهم المحلية المتمثلة في الحوثيين وصالح.